على بركة الله. معك هوية يا بنتي؟ ايه معي. هلأ شو؟ خلص تجوزنا. ما عم صدق انه بهالبساطة خلصت. يا عمري انت، لا هيدي ما اسمها خلصت، هيدي اسمها نحن هلأ عم نبلش. نحن ما تهورنا صح؟ الله يخليك لأنه ما تهورنا. ما هي إذا بتطلبي روحي بعطيك إياها، شو عم تحكي؟ إحنا تجوزنا. كنت مفكر مستحيل هذا الشيء يصير. أنا بوديك إنك مش رح تندمعي على اللي عملتي بحياتي. بس أهلي ما رح يسامحوني. مع هالوقت كل شيء بيتزبط، رح يتعودوا ويجوا يصلحوك. بعدين بكره إذا الله رزقنا بولد، أمك رح تجي راكد وتصالحك، بوديك. خلص أنا من بكرة رح أروح أدور على بيت جديد أكبر من هيدا، بس تنطرينا هالكم يوم يا ست الكل. بحبك. بحبك. أي سامحيني، كان لازم خبرك عن وضعي قبل ما تجي. كانت بلالي كان ما يجي أصلي. كنت رح اجي لعندك لو على القفقاس. حياة الله جنون اللي عملناه. انا ما بدي شيء من هالدنيا غير اني اكون معك باي بلد تحت اي ظرف. مش هيك اللي بحقوا بعض؟ بلا. طب خلينا ننتقل على فلسطين، هونيك بعيد ما حدا بيعرفنا. ما رح تكون الشغله بس النظر من الشام، لازم نبعد أكتر. لوين؟ على مصر. أي شو بيريح إنه الواحد ما يكون عنده غير شنطة واحدة؟ بس ما رح نضلنا كل حياتنا هيك. بس بالعكس أنا مبسوطة هيك ومرتاحة. لما مشي الترين من وار مخايل حسيت كأنه كان في تقل على كتافي ونزل. فيلا الأراضي، عفش البيت التقيل الكبير، الخزانة المعبية تياب، الألف شوكة وسكينة وصحن، أنا هو كله ما بأخصني فيهم. عجبك هالحكي ما هيك؟ إجت البنت اللي ما بعينا شي بهالدنيا غيرك. لك أنت إذا بتطلبي روحي بعطيك إياها. بحبك. بالقانون وما لها تحكم عليها. مرتك يا واطي بدك تقوس؟ بدك تقوس شرف قوس؟ هيدا الزلمه اللي بحبه وراح اقضي كل حياتي معه برضاكم ولا غصب عنكم. طيب انت كيفك؟ الحمد لله. سامحيني تاخرت عليك. لا عادي ولا يهمك. ها طمني، فتحت لك موضوعنا؟ ما لقيت وقت مناسب. انت انا لك فتره معقوله ما لقيت وقت مناسب؟ ولا حتى قلت لخال على الاقل؟ كلهم مشغولين مع سيدي. بس انت قلت لي انه سيدك تعافى الحمد لله. صحيح، بس ابغالي كمان شويه وقت عشان اقنعهم بكلامي. هند يعني حتسافر مرة تانية وتسيبني كده معلق؟ لا تقولي كده يا هند،
الإجازة القصيرة دي ما كانت في الحسبان أصلاً، لا على البال ولا على الخاطر. أنا وعدتك إني أجي أخطبك لما أتخرج، وأنا عند وعدي حاجة أخطبك. أنك عبد الرحمن صار لك فترة هنا وما جيت، شكل الكلام اللي بيقولوه عن بنات إسطنبول صحيح؟ نسوك هند يا عبد الرحمن؟ نسوك هند؟ كيف تطلع من فمك؟ أنت تصدق إنه أنا أنسى روحي؟ أنا كنت بس ما أبغى أتقل عليك بهمي وحزني على جلال صاحبي اللي توفى الله يرحمه. أيوة قالت لي بركة الله يرحمه ويغفر له، بس بصراحة حسبت إني أول واحدة حتلجأ لها لما تيجي المدينة. كلامك صحيح، بس وضعي كان مرة صعب، ما قدرت أقابل أحد، وأول ما خرج جيتك أنت يا هند. طب قل لي إيش حيصير على موضوع خطوبتنا؟ أنا حسمت أمري يا هند، بكرة الظهر إن شاء الله عندي موضوع مهم أبغى أخلصه، بعدين بروح أكلم سيدي. يبون بسم الله. أيوه بسم الله الشافي، كمان واحدة كمان. بسم الله الشافي. قولي لي أم راشد إيش أسوي؟ أسبوعين وهي على ذا الحال، ماني عارفة مالها. لا تشيلي هم يا أمي، لا تشيلي هم، بإذن الله هذه الشربة مجربة، بإذن الله حتقوم تنقص لك زي الفرسة. آمين يا رب آمين. مبروك يا عروسة، مبروك علينا يا هند. هند يحيى، كانوا مالعين زيارات المدرسة العسكرية، حاولت زورك أكثر من مرة، بدك أعمل كلاك هاد استعمله دايما مشان تندفى. إيه؟ اشتهت لي كثير. وين أجا فرزاك؟ بالقفقاز. شو؟ ليش ما هربت؟ تبهروا في أعداء ميداني. يلا ساعدي بشعر كل هالناس، يعني معي فريد وعبد الرحمن. وفايز وين؟ السدى مثل ما بيقولوا بكون هو ورا فرزنا. لك امسكي هذا مفتاح البيت، خليه معك. ان شاء الله الف مبروك. لا 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 ل